السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد نجاوب خمس دقائق على أسئلة اليوتيوب يا عبد الرحمن. تفضل ساوي تفضل. بعدين حضرتك عندي سؤال يا شيخ. تفضل. في واحد عمل ذنب قبل كده عشان يقتنع عن الذنب دواتي قرر انه مثلا تبع انه كذا مرة فجبت المرة بعدها حلف على المصحف قال مش هعمل الذنب دوت تاني وجي بعدها قرر الذنب. كفارة يمين. يا شيخ؟ كفارة يمين. آه. يكفر كفارة يمين. كفارة يمين. إذا عمل الذنبين.